خبري هاي المرة راح يكون مع نهى عادل. نهى عادل هي من ضمن فريق عمل السيدة الأولى مع الفنانة غادة عبد الرازق. نهى عادل بتخلص هلا مشاهدها كلها وهي بتجسد شخصية بنت جميلة في حارة شعبية في السيدة الأولى. خليني أقول لكم إن نهى واصلة لمرحلة مع غادة إن غادة بتحتويها بهاي المسلسل، بتحبها كثير وبتحاول إن هي تطلعها بأفضل حالاتها. المسلسل طبعا هيتعرض الفترة اللي جاية في رمضان المقبل إن شاء الله. و السيدة الأولى عامل مشاكل من هلا وعامل كلام، في إشاعات، في ناس بتحكي إنه هو هيكون ماخذ شوي طابع سياسي، في ناس بتحكي لا غادة عبد الرازق متحفظة جدا في الإجابة على هاي الموضوع. هنتابع السيدة الأولى وأنا متأكدة إن غادة وقت ما بتطلع برمضان ومع محمد بكير يعني مخرج أعمالها هيكون في عمل جيد. هنتابع أكيد السيدة الأولى. ما كنتش أتصور إنك تفضحني بالشكل ده، ما لقيتش فضيحة لشوقي غير معايا. افضحك؟ ده انت من النهارده الطلب هيزيد عليكي، ما تشغليش بالك. طول ما انت مع سميح ما تشغليش بالك باي حاجه خالص. انا ليا طلب عندك، هو صحيح صعب بس انا عارف ان انت قدها وقدود. طلب ايه؟